هذا المجرم على الكيماوي حسن يمكن مو ايه ضرب كيماوي قتل الناس والاطفال ليش ليش نعزي الشعب الكردي والشعب العراقي على وجه الخصوص بفاجعه حلبجة الذي راح ضحيتها اكثر من 5000 شهيد وتدمير القرى والبيوت للمواطنين المدنيين العزل. بالتاكيد هي مأساة في كل المقاييس، مأساة جريمة ضد الإنسانية، جريمة بشعة ل يعني شريحة كبيرة من أبناء شعبنا العراقي. هاي كارثة بقت في ذكرى العراقيين. العراق كله تألم من صارت هاي الحادثة. احنا نستنكر من قام بها، اللي قام بها نستنكر، لأن هاي جريمة بحق الإنسانية. حياكم الله. حلبجة الجرح النازف والشاهد ذو 35 عاما على إجرام النظام البائد، دقائقه معدوبة كتبت الموت لأكثر من 5000 ضحية بسموم أراضي للقوم وأشدهم ظلما وفتكا بأرواح الأبرياء. إبادة لم تكن الأولى أو الأخيرة من نوعها لنظام قمعي اعتاش على حب الهيمنة والسلطة حتى لو كانت على رقاب المساكين، ليعود أذنابه اليوم بمحاولاتهم لتبييض صفحة ملئت بالسواد والدماء وتغزو حملات الدفاع والاتهام مواقع التواصل الاجتماعي. فهل ستغير البوستات ما أدانته المحاكم؟ وإن أعدنا كتابة التاريخ، هل سيعود المفقود إلى بيته آمن؟ من جديد أهلا بكم. محور ملفنا الأول عن ذكرى فاجعة حلبجة راح نتحدث بها مع ضيفنا في الاستوديو الباحث في الشأن السياسي عماد آل مسافر. حياك الله ورمضان كريم. حياكم الله، رمضان كريم ست فرح عليك وعلى مشاهديكم الكرام. الله يحفظكم، شكرا جزيلا. وينضم إلينا من أربيل القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني دكتور محمود خوشنا، وحياك الله ورمضان مبارك أستاذ محمود. حياكم الله ورمضان مبارك ست فرح، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عماد. أبديها مع حضرتك وبصراحة 35 عام مرت على فاجعة حلبجة وبعدنا مختلف، منو سوى هذه الفاجعة؟ بالبداية شكرا جزيلا ست فرح، تحية لك ومشاهديكم والأستاذ محمود الأخ العزيز الكريم. يعني حقيقة ربما لم تكن هناك وسائل إعلام تسلط الضوء على الجرائم التي ارتكبت على امتداد هذه الحقبة السوداء في تاريخ العراق، لكن الدماء شاهدة، الضحايا وذوي الضحايا موجودين لحد الآن يتداولون هذه القصص إلى أبنائهم، وهكذا تنتقل هذه القصص ويعني يورثونها إلى أجيال بعد أجيال. نعم. ما من الممكن اليوم يأتي شخص بحساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت متاحة بطريقة سمجة يحاول أن يقلل من قيمة هذه الدماء ويحاول أن يجير هذه الدماء إلى جهة معينة ويحاول أن يكون يبعد التهمة عن المجرم الحقيقي. بس هو مو واحد واثنين، هي يعني مجموعة حملات على مواقع التواصل. أنا تكلمت عن يعني نموذج من هذه الأشخاص الذين يواصلون ويمارسون هذه الأعمال. هذه حقبة 35 عام التي عاشها الشعب العراقي
تحت مطرقة الحديد والنار. ربما هناك قائل يقول أن النظام السابق قد قسم ظلمه على كل العراقيين، لكن الحصيلة الأكبر والحصة الأكبر كانت موزعة على الجنوب وعلى الشمال. ما من الممكن اليوم إذا واحد يحاول أن يتصفح التاريخ ينسى مقبرة يعني حادثة حلبجة ولا ينسى المقابر الجماعية. حادثة حلبجة حادثة بشعة بكل معنى الكلمة. عندما يحاول هذا النظام أن يعني يحاول أن يتمكن من أدواته بالتسليح، وربما يكون ويقدم أعذار مشروعة التسليح والجيش وكذا، وبنفس الوقت يستخدم هذه الأسلحة ضد شعبه. أوكي، شنو الفكرة هسه يروجون لتبييض صفحة البعث المجرم؟ والله مو هو اللي ارتكب جريمة الأنفال في هذا التوقيت، شنو الغاية؟ يعني هو مو يعني هم هي كلمة حتى مو كلمة حق يراد بها باطل، هي محاولة لخلط الأوراق على المتلقي. اليوم احنا نشاهد العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وفي حياتنا اليومية هناك جيل نشأ لا يعرف جرائم النظام السابق. للآن أقول للأسف ربما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يحسب لها أنها مادة جرائم حزب البعث أصبحت تدرس، ونطمح أن يكون هذا المنهاج أيضا في وزارة التربية. هذا وحده ليس كافيا لترسيخ هذه الجرائم في أذهان هذا الجيل. علينا كمجتمع، على العائلة، على القبيلة، على المثقفين، على الأكاديميين أن يمارسوا دورهم ويوضحوا لهذه الجيل كمية الجرائم التي كانت ترتكب. أستاذ محمود، أجدد الترحيب بحضرتك وأسئلة. 35 سنة وبعدنا نختلف من اللي سوى جريمة حلبجة؟ هذا مو نوع من أنواع الظلم برأيك بحق الشعب الكردي؟ دعيني أحييك مرة أخرى أستاذ فرح وأستاذ عماد ومحييكم. حقيقة لا يغير التغريدات ولا تغير التعليقات وأيضا المنشورات من حقيقة أن من قام بقصف حلبجة وقام بعمليات الأنفال أو قصف باليسان وشيخ وسانان ومناطق أخرى في إقليم كردستان سبقت حلبجة، لا تستطيع أن تغير بأن نظام البعث البائد هم الذي قاموا بهذه الجرائم الكبيرة البشعة. في هذه الأيام نحن نستذكر هذه الجرائم. لا ننسى بأنه قبل حلبجة قامت القوات العراقية أنذاك بقصف منطقة باليسان في أربيل بالسلاح الكيميائي أيضا، ومنطقة شيخ وسانان أيضا، وهناك جرحى لحد هذه اللحظة يعانون من هذه الأزمة. وهذه وثقها القادة الميدانيين لقوات البيشبركة الاتحاد الوطني أنذاك، وأيضا في حلبجة وثقتها عقيلة الرئيس الراحل جلال طالباني السيدة هير إبراهيم أحمد عبر كاميرتها، وثقت كل الأمور. ولا ننسى بأن إذا أردنا أن نخاطب عقول الذين يريدون أن يغيروا بأصلة التاريخ ويحاولون تشويه من قام بالقصف ومن قام بالتدمير ومن قام بتدمير القرى ومن قام بجرائم الأنفال ومن قام بإعدام خيرة شباب في كردستان، أضف إلى ذلك حلبجة، فإذا أردنا أن نخاطبهم فنقول لهم بأنكم لن تستطيعوا أن تغيروا بأصلة التاريخ ولن تستطيعوا أن تشوهوا الحقائق التي أجزم الجميع عليها. بالمناسبة هناك شركات ألمانية، شركات أجنبية أدرجت في لائحة دعم النظام البعث السابق بالتقنية والأسلحة التي قامت بها، وأيضا رئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتران كان على علم بهذه الأمور، وهناك وثائق دولية توثق ذلك. أضف إلى ذلك بأن رئيس الاستخبارات في عهد النظام السابق نزار الخزرجي في حوارات متلفزة وبالتحديد في حوار متلفز مع شبكة الام بي سي يقر بأن العمليات التي قامت كان بأمر من رأس النظام السابق صدام حسين، وأيضا بتوجيه من بعد تعليمات ومعلومات من قبل المقبور علي حسن المجيد. لذلك الكل يدرك ذلك. لذلك التقصير أنا برأيي يقع على عاتق السلطة في العراق. السلطة بعد 2003 في العراق، السلطة السياسية لم تستطع أن تخاطب عقول العراقيين يعني تسوق الحقيقة سواء كان عبر المناهج الدراسية أو حتى عبر أستاذ محمود إيجابيا. نعم. وتصبح هذه القضية قضية محورية بالنسبة للعراقيين. لحد هذه اللحظة مجلس النواب العراقي غير قادر على تشريع قانون باستحداث المحافظة التاسعة عشر
أتحدث وياك عن هذه النقطة، بس قبل ما أنتقل لهذه النقطة بالتحديد راح أقول لك هي الحقيقة واضحة، الجرائم الصدامية واضحة، ليش الآن تحتاج توضيح وشنو الغاية من هذه الحملات؟ لا بالتأكيد هناك من يعتاش على أن يشوه صورة النظام السياسي الحالي ويعتاش أن يبرر جرائم النظام السابق ويقول للجميع، بما أن العراق مر بظروف صعبة، القاعدة والتنظيمات المسلحة أخرى وفيما بعد داعش واستنزاف اقتصادي واستنزاف بشري، ولم تستطع الدولة العراقية بتلبية مطالب المواطنين، أضف إلى ذلك بأن الفساد انهكت جسد الدولة وهناك نوع من الفراغ بين الجمهور والنظام السياسي العراقي وفقدان الثقة، لذلك يحاولون يعني هناك محاولات جادة لزيادة هذه المساحة بين النظام السياسي والمواطنين ويعني إبقاء فقدان الثقة على ما هي عليه الآن، والسلطة السياسية لم تستطع صراحة أن تحد من هذه الحالات والمحاولات، لأن تعلمين جيدا بأن إعطاء صورة إيجابية وتفسير وتوضيع مآسي الماضي بطريقة سليمة، نعم، وبناء الدولة بطريقة سليمة وتلبية احتياجات المواطنين بطريقة سليمة ومكافحة ومواجهة الفساد والآفات الأخرى ربما سيعطي أريحية للمواطن أن يستقبل وأن يستقبل كل ما يطرح من قبل النظام السياسي العراقي. لكن بصراحة أقول حتى لا أخوط بصف الاستكان كما يقول مثل الشعب العراقي، أين؟ بما أن مشاكل أساسية في الدولة العراقية طبعا افتعلتها دوائر المعادية بالتأكيد، بما أن هذه المشاكل موجودة بالتأكيد هناك نوع من الافتقار إلى 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 إدخال الحقيقة لدى المواطن، لذلك هذه المحاولات هي لضرب النظام السياسي ولتبرير جرائم النظام السابق، والقول بين هلالين بأن من قام بهذه الجرائم هي ليست العراق وهي متهمة إيران بالدرجة الأولى، هؤلاء يريدون أن يتهموا إيران بهذه الجرائم ويلعق الحقيقة ويريدون أن يشوهوا النظام السياسي العراقي وأن يبرروا النظام السابق حتى يكون هناك تعاطف شعبي مع هناك أصدقاء ضباط في الجيش العراقي أعرفهم ساكنين أربيل، عندما يكون الحوار معهم في هذا الموضوع يعني بكل يقين يقولون بأن ليس العراق قام بهذا الجرائم، يعني في أربيل ساكنين في أربيل هنا في الإقليم وهم يتحدوننا ويقولون بأن من قام بالقصف هو ليس الجيش العراقي. إذا هذه هي محاولة تزييف الحقائق. وضحت الفكرة أستاذ محمود. نعم، إذا أستاذ عماد هم من ذبت برأس الجمهورية الإسلامية وصارت جريمة إيرانية مو جريمة بعثية صدامية اعترف بها المجرم علي حسن المجيد، شنو الغاية؟ يعني ست فرح احنا بالبداية تكلمنا عن حسابات وقلنا هذا اكو حسابات فيك وتمارس هذا الدور، لكن هذه البروباغاندا اللي تشتغل منذ فترة ليست بعيدة، البروباغاندا التي أوصلت فكرة بأن العدو الأكبر الذي يهدد العالم ويهدد المنطقة أنه إيران مو إسرائيل، بما تمتلكه إسرائيل وبالجرائم التي ترتكبها الآن إسرائيل، لا زالت هناك أصابع تشير إلى إيران بكل هذه الجرائم وتحاول أن ترمي التهمة على الجمهورية الإسلامية، نفسها هذه البروباغندا اللي تشيع بأنه القيادات التي جاءت بعد عام 2003 لإدارة الدولة العراقية وأغلبها قيادات إسلامية هي قيادات غير قادرة على إدارة العراق، وبين بين هلالين الشيعة مو مال لطم مو مال حكم مال لطم، هي هاي البروباغندا اللي يحاولون ترسيخها بالمجتمع العراقي، وهذه واحدة من هذه الأمور التي يحاولون ترسيخها، أنه رمي التهم على الجمهورية الإسلامية مع العلم كل الوثائق وكل الدلائل العسكرية وغير العسكرية، المحكمة الهولندية تحكم على من كان واسطة لبيع السلاح الكيميائي إلى النظام صدام يعني حكم عليه، والإعلام يصور أنه هذه العملية عملية إيرانية استهدفت من أجل يعني كسب منطقة، كسب حرب، كسب معركة معينة، هذه البروباغندا مو ما جاية من فراغ ست فرح، لا جاية من شنو، هذه جاية من عمل منظم، جاية من وراء أجندات خارجية، هذه الدول المخابرات الدولية التي تملأ
تملأ المنطقة كل له ملف معين. يحاولون إعادة البعث المقبور إلى الواجهة. يعني بقضية إعادة البعث ربما البعض يقلل من هذه من هذا الموضوع، لكن أني أقف عند نقطة معينة. كل الذين يقولون أن البعث غير موجود ولا يعمل، يأتيه صوت المرجعية الكريمة في أحداث 2019 في أحدى خطبها المباركة قالت أن الأعداء، انتبهي النص الخطاب، أن الأعداء وأدواتهم يحاولون نشر الفوضى بالعراق ومن ثم إعادة البلد إلى زمن الدكتاتورية المقيتة. أي هو زمن الدكتاتورية المقيتة؟ زمن البعث المقبور. المرجعية بتشخيصها غافلة ولا منتبهة على هذا السيناريو؟ لا لا منتبهة. المرجعية بتشخيصها الدقيق اللي ما يختلف عليه اثنين تقول أكو بعث وأكو جاي أو أكو تخطيط وأكو منظمات دولية تدعم هذا الموضوع. حسن نسبة الدعم، أماكن الدعم، كيفية التصدي، هذا على عاتق صراحة الحكومة. صراحة أستاذ عماد، من أكثر من مصدر سمعت توجد قيادات بعثية في مراكز حساسة بالدولة. نعم، هاي النقطة صحيحة لو هاي النقطة مبالغ بها. هسه مرة أكو فلاتر وضعت بعد عام 2003 من أجل إعادة ترتيب هذا النظام السياسي. إحنا بالبداية إجينا هم بالبداية يقولون كل القرارات التي تتخذ بحال انفعالية تكون بعيدة عن الصواب. إحنا إجينا لقينا اجتثاث البعث بداية السقوط. بعدين حاولوا تجذيب هذه المؤسسة، صارت المساءلة والعدالة، تتعالى الأصوات. احنا مو بعيدين عن هذه البيئة. نظام صدام، نظام هذا القمع الدكتاتوري، ما كان اكو ضابط يوصل. في نظام صدام، وتحدث لي عن النظام الحالي. النظام الحالي رئيس يتعامل مجلس النواب السيد شعلان الكريم وصل لرئاسة المجلس الى حد ما وبلغ مراحل كبيرة، طلعت له فيديوهات يمجد بها البعث المقبور. يعني هسه هذا الخطأ مو يحسب على الجهات الحاكمة؟ لا هسه هو مثلا إذا أكو بالمساءلة والعدالة، شعلان الكريم مشمول بالمساءلة، وصل إلى أنه يعني يكون نائب، هنا نقول مسؤولية هذه المؤسسة. لكن عندما يكون هناك تعاطف وهناك أيديولوجية هو مؤمن بها بداخله ويصرح عنها في مناسبة أو في غيره، لا نجي نقول له أوقف. هذه المقاطع التي تم تداولها بقضية شعلان الكريم لم تكن متداولة عندما كان شعلان الكريم مرشح أن يكون نائب. كان اسمه بهيئة المساءلة، وهذا دور الجهات الرقابية اللي تتبع. هسه أنا ما أريد أجزم أنه أكو اسم إلى بالمساءلة والعدالة أو ببعض المصادر. أنا سمعت مصادر وتحدثت مع مصادر سياسية ومراقبين ومحللين سياسيين قالوا لي هذه المعلومة. طيب اسمح لي أرجع لي أستاذ محمود. أستاذ محمود، 35 عام حلبجة حصلت على حقوقها، أنت تحدثت حلبجة ليش لحد الآن ما صارت محافظة لها حقوقها، والبعض يريدها محافظة حتى يحافظ على التوازن وحتى يستفيد من بعض المصالح في هذه المحافظة. حقيقة حكومة الإقليم أيضا لم تقم بواجباتها تماما تجاه حلبجة، يعني ليست فقط الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم مقصرة تجاه يعني تعمير حلبجة، إعادة إعمارها وتنميتها، وأيضا القيام بما يمكن القيام به من أجل أن تكون حلبجة نموذجا للتضحية في الإقليم وفي العراق وفي المنطقة أيضا، لأنها ليست بقليلة مقارنة مع المناطق التي استهدفت بالأسلحة الكيميائية على المستوى العالمي. قضية الاستثناء كمحافظة، مشكور السيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، مجلس الوزراء، القوى السياسية، الكل اجتمعت، والاتحاد الوطني الكردستاني كان في رأس الرمح في هذا الموضوع، اجتمعوا على أن نذهب إلى إجراءات القانونية لاستحداث المحافظة 19 هي محافظة حلبجة. وفعلا تمت القراءة الأولى في مجلس النواب العراقي والثانية وبقى التصويت، ومع الأسف تم ربطها باستحداث منطقة أخرى أن تكون محافظة، وكما سوق وكما وصلتنا المعلومة بين ربطها بمنطقة تلعفر، قضاء تلعفر في محافظة نينوى. نعم. نحن لا نمانع تكون هناك استحداث في محافظات عراقية أخرى، لكن حالة حلبجة تختلف عن الحالات الأخرى وتختلف عن الأقضية الأخرى. حلبجة هي حاليا يتم التعامل معها كأنها محافظة، لكن الإجراءات القانونية لحد هذه اللحظة لم تستكمل، لذلك مدعو كان هناك العذر بأن يكون يرحل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات باعتبار يؤثر على نتائج الانتخابية،
وتم ترحيله من بعد انتخابات مجالس المحافظه، لكن لحد هذه اللحظه طيب لم تبدا ولم تدخل ضمن جدول عمل مجلس النواب العراقي. نامل من الاخوه قاده الكتل البرلمانيه سيد رئيس مجلس النواب العراقي النائب الاول ان يذهب الى ادراج مع زملائه في مجلس النواب العراقي لادراج هذه الفقره ضمن جدول مجلس النواب حتى نتمكن من استعداد هذه المحافظه باستكمال القانونيه. الاتحاد الوطني الى ثقل السياسي والى نوابه، هل نوابه يتابعون ملف حلبجه بدقه؟ اول امس كان لي حوار مع احد النواب النشطين لكتله الاتحاد الوطني في مجلس النواب العراقي، وكان الحديث حول حلبجه اي قبل يوم من ذكرى السنويه لفاجعه حلبجه. نعم. كان الحوار معه حول امكانيه تفعيل هذا الامر داخل مجلس النواب العراقي، وفعلا وبالمناسبه هي السيده سوزان منصور عضوه مجلس النواب العراقي والمتحدثه باسم كتله الاتحاد الوطني اكدت بان الاتحاد الوطني الكردستاني مستمر سواء كان عبر كتلته النيابيه او حتى عبر ائتلاف اداره الدوله وسيد رئيس الاتحاد الوطني سيد باظم جلال طالباني، لانهم ماضون بدفع الدفع السياسي، يعني يكون هناك دفعه سياسيه جديده في ائتلاف اداره الدوله وايضا من خلال المؤسسات الدستوريه على ان يتم ادراج هذه الفقره في جدول مجلس النواب حتى نتمكن صراحه من استكمال هذه، لان بعد استكمال الاجراءات القانونيه لاستحداث المحافظه ستكون هناك دفعات ماليه في قانون الموازنه، دفعات ماليه في اجراءات الدوله، دفعات ماليه في اجراءات مجلس الوزراء. مشكور سيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بمناسبه الذكرى السنويه لفاجعه حلبجه خصص مليار دينار لمحافظه حلبجه لبوابه المحافظه، حتى المحافظه لا يوجد لديها بوابه تليق بهذه المحافظه. عموما نحن ماضون بالضغط باتجاه دعم هذه المحافظه واستكمال الاجراءات القانونيه من اجل يعني اعطائها الحقوق الدستوريه كامله. طيب وهذه المسؤوليه مسؤوليه الجميع بالمناسبه. استاذ محمود بصراحه اذا اصبحت حلبجه محافظه واعطيت الحقوق كافه لهذه المحافظه راح تقرب وجهات النظر بين البارتي واليكتي؟ لو راح تكون نقطه خلاف تشعل الصراع من جديد؟ حقيقه حلبجه في عمق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني وهي بعيده عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. ومسؤولية حماية حلبجة ونهوض بالحلبجة هي مسؤولية وطنية لأن هي نموذج وسمبل للتضحية في العراق. نعم هناك تضحيات في جنوب العراق، هناك تضحيات في وسط العراق، هناك تضحيات في مناطق أخرى في إقليم كردستان كما أسلفت في باليسان شيخ وسانان في قلعة دزة في عمليات الأنفال في منطقة قرميان 182 ألف مواطن كردي أنفل نتيجة عمليات الأنفال سيئة الصيت للنظام السابق، لكن تبقى حلبجة يعني رمزا للتضحية، رمز وطني عراقي وهي لا تقتصر على الاتحاد الوطني ولا تقتصر على الإقليم ولا يقتصر على إقليم كردستان وعلى فئة معينة، هو رمز التضحية في العراق. لذلك إذا أرادت الحكومة العراقية أن تجرم النظام السابق بتجسد هذا التجريم عبر إجراءات يجب أن تسرع بإجراءات القانونية طيب. وإجراءات إعادة إعمار وتعويض الضحايا. لحد هذه اللحظة تسمحي لي هناك جمعية المصابين نتيجة السلاح الكيميائي في حلبجة، مرضى يعانون ولا لا يحصلون على الدواء الكافي، لا يحصلون على العلاج الكافي، يحتاجون إلى معالجات خارج العراق، يحتاجون إلى يعني البيئة ما زالت ملوثة في حلبجة. يعني صراحة أقولها لم تتخذ السلطة الاتحادية إجراءات كافية، لأن هذه المسؤولية هي ضمن المسؤوليات الحصريه للسلطه الاتحاديه في الماده 110 من الدستور، وهي رمز التضحيه في العراق ولا كما اسلفت لا يقتصر على فئه معينه. باختصار استاذ محمود، هل نواب البارتي اليوم متفقون على ما تتفضل به بتقديم باكج خاص للحكومه الاتحاديه للمطالبه بحقوق حلبجه؟ لو تختلفون على هذه النقطه. لا استطيع ان اتكلم بالنيابه عن الاخوه في الديمقراطي، لكن بالتاكيد القضيه ان كانت قضيه وطنيه لا احد يجرؤ لا من الأخوة في الديمقراطي ولا في أجهزة سياسية أخرى على أن تتقاطع مع هذه الرؤية، يعني هذه الرؤية لا أحد لديه الجرأة لا في العراق لا أستاذ محمود مو هذا مغزى سؤالي، مغزى سؤالي خلال حواراتكم خلال تباحثكم ونحن نعلم والمتلقي يعلم أنكم على مباحثات دائمة مع البارتي بسبب خلافات داخل البيت الكردي، تطرقتم لهذه النقطة أو لا؟ كانت هناك زيارة قبل عدة أيام أو أسبوع أو أسبوعين لرئيس الوزراء في الاقليم ونائبه السيد قباط طالباني الى حلبجه، كانت زياره مشتركه
لنهوض بواقع حلبجة، تفعيل المشاريع الموجودة، بناء جسور، نعم، تقصيص مبالغ. هناك اتفاق كردي داخلي بما يتعلق بحلبجة. حلبجة ليست ضمن الملفات الخلافية، لأن كما أسلفت لا أحد يجرؤ في البيت الكردي على أن يتقاطع مع الجهود والرؤى التي تصب في مصلحة حلبجة. طيب أستاذ عماد، إذن حلبجة مو نقطة خلافية داخل الأقليم. اليوم التقصير من الحكومة، لو التقصير من حكومة الأقليم، ليش حلبجة منسية ومفقودة بين مطالبات البعض؟ يعني رمزية حلبجة والضحايا الذين سقطوا بهذه المجزرة لهم مكانة يجب أن تكون، ولهم أولوية، ويجب أن ينالوا كل حقوقهم كمدينة وكمواطنين. لكن أنا خليني بهذه القضية أكو تفصيلة معينة. يعني نتفق جميعا أن هذه جريمة قد حصلت، توقيت الجريمة على مدى دقائق معدودة، أزهقت أرواح أكثر من 3000 شخص بهذه الجريمة، وهذه المدينة تطالب بحقوقها. لكن مع وجود هكذا جريمة توجد جرائم عديدة بالعراق، يعني أبسطها هنا في بغداد. أنا أتجول في مدينة الشعلة وأتشرف أن أكون من أبناء هذه المدينة. هذه المدينة واجهت هذا الإرهاب التكفيري على امتداد هذه الأسابيع التي كنا نسمي أيامها الأحد الدامي والاثنين الدامي. لا تمر هنا يعني على بالمسافات الموجودة بالشارع الرئيسي لهذه المدينة، كل 10 أمتار انفجرت سيارة مفخخة، صور الشهداء تملأ المدينة على امتداد هذا التاريخ. أشير أنه كل مدن العراق بها ضحايا، لكن هناك أولويات. نعم، لحلبجة أولوية ولهذه المدن أولوية. علينا أن لا نفرق بين مدينة وأخرى من حيث القومية، ومن كلهم شهداء وكلهم أبناء العراق، والدم العراقي واحد. على الحكومة، أي حكومة، على كل الحكومات التي تأتي إلى إدارة العراق أن تنظر إلى الدم العراقي بأنه دم واحد ولا يمكن التفريق به. الحكومات السابقة هل نظرت إلى الدم العراقي بأنه دم واحد؟ ما أعتقد أنه كانت أكو رؤية بهذا الموضوع أصلاً. ما أكو رؤية ولا أي، ما تجاذبات عديدة، وهو يقول إحنا مكان ما نحاول أنه نعوض هذه المدينة، خلينا نحمل المدن البقية، لأنه فترة الإرهاب اللي عاش العراق فترة عصيبة جداً، يمكن ماكو دولة مر عليها مثل ما مر على العراق. أستاذ محمود، بأقل من دقيقة لو سمحت، اليوم منو يتحمل مسؤولية ملف حقوق حلبجة؟ هل الحكومة الاتحادية، حكومة الأقليم، اليوم دورا تحمل هذه المسؤولية؟ حتى أكون منصف، كلا الحكومتين، الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم، كلاهما يتحملان مسؤولية وضع حلبجة. لكن المسؤولية الأكبر ليس لأننا بصدد الدفاع عن حكومة الأقليم، نعم حكومة الأقليم تتحمل المسؤولية الكبرى، لكن بما أنها أصبحت قضية دولية وقضية الدولة في العراق، وخرجت من قضية الأقليم ومن قضية محافظة ومن قضية قضاء. الآن حلبجة وخلال مدى السنوات الماضية أصبحت قضية دولة. بما أنها قضية دولة فهي قضية السلطة الاتحادية، طبعا بالتعاون مع سلطات الإقليم من أجل أن خدمة حلبجة. ولذلك قلت في حواري بأن استشعر السيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وأرسل خصص 1 مليار دينار، وهي يعني رمزية، شيء رمزي إلى حلبجة. لكن هذا شعور بأن هي مسؤولية اتحادية، أقصد جميع الدولة العراقية، يعني من كردستان، محافظات العراقية الأخرى، بما أنها مسؤولية اتحادية في مسؤولية الدولة. وضحت الفكرة القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني. الأستاذ محمود خوشناو، كنت معي من أربيل، أني أشكر حضرتك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. أستاذ عماد المسافر، حياك الله، البحث في الشأن السياسي، كنت ضيفي في حصاد اليوم، شكرا جزيلا. شكرا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. الآن نختف ملفنا الأول بفقرة التغريدات للإطلاع على أبرز الآراء المطروحة في منصة إكس حول الذكرى 35 لفاجعة حلبجة.
والآن نفتح وإياكم الملف الثاني بتقرير الزميل شيبان سامي حول استعدادات وزارة الكهرباء للصيف المقبل بالإضافة إلى عمل المولدات الأهلية. مع اقتراب فصل الصيف يواصل العراق بذل الجهود لإتمام عملية الربط الكهربائي مع دول الجوار في محاولة لحل أزمة الطاقة. وزير الكهرباء زياد علي فاضل يؤكد دخول 500 ميجاوات من الربط الخليجي نهاية العام الحالي لتخفيف من معاناة المواطنين. هناك اليوم محاولات، طبعا هي محاولات جديه من قبل السيد رئيس الوزراء في النهوض بالعراق، خصوصا يعني هناك جوانب مهمه ومن ضمنها هو جانب القطاع الكهربائي. نجد هناك لربما محاولات جاده، وبالتالي هناك لربما تغيير سوف يطرا على الواقع فيما يتعلق بالخدمات، ومن اهمها هذا الجانب وهو الخدمات في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويله مثل ما كان في الصيف السابق مع ارتفاع شده الحراره، لكن يبدو ان هذه المحاولات الجاده سوف تسهم بالتقليل من ساعات الانقطاع. اصحاب المولدات كان لهم راي بخصوص تسعيره الامبير للتشغيل المستمر بالتزامن مع الكهرباء 24 ساعه بدون استراحه. يكون معدل سعر الأمبير 15 في الفترة الحالية، مطالبين الجهات ذات العلاقة بتزويدهم بمادة الغاز لتخفيض سعر الاشتراك. عندنا هسه نشتري غاز، بنشتري بفلوس، يعني ما عندنا حصة، هاي صار لنا 4 سنين. أكثر من 4 سنين حصة مال غاز ما عندنا، نشتري بفلوس. الصباحي من 8 الصبح لحد 7 العصر الأمبير ب8. وال24 ساعه الامبير ماله ب15. ويرى مواطنون ان حل ازمه الكهرباء مطلب كل العراقيين، ونطمح بان تكون مستمره على مدار الوقت ليكون دفع الفاتوره الى الحكومه حصرا بدلا من دفعها الى اصحاب المولدات التي تكثر عطلاتها خلال فتره الصيف حسب قولهم. هسه احنا بالنسبه لنا ندفع للمولده، والمولده لو يشغل لو ما يشغل، وعاطل ومو عاطل، وهالسوالف هذه اللي نمر بيها عندنا تاذى، انه يكون كهرباء وطنيه 24 ساعه مقابل ثمن يختلف عن الثمن اللي هسه الفاتوره اللي موجوده. يواصل العراق بذل الجهود لاتمام عمليه الربط الكهربائي مع دول الجوار الذي سيساهم في تعزيز انتاج الطاقه واتمام مشاريع الصيانه استعدادا للصيف القادم. من بغداد شيبان سامي، الايام الفضائيه. محور ملفنا الثاني راح نتحدث به مع مدير مركز العراق للطاقه الدكتور فرات الشرع. حياك الله ورمضان مبارك. اهلا وسهلا ست، اهلا وسهلا. كل صيف نفس الصيف، تنقطع به الكهرباء والمواطن العراقي ظل يتلوع من حر الصيف اللاهب. عام 2024 راح يكون مختلف لو لا؟ نعم، رمضان كريم عليكم وعلى الساده مشاهديكم الكرام. عفوا، انا دكتور فرات الموسوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني اذا نظرنا للاستعدادات او المشكله الرئيسيه اللي يعاني بها العراق كل سنه، هي مشكله حقيقه الطاقه المورده لمنظومه الطاقه الكهربائيه، والتي تعمل على يعني بثلاثه انواع. النوع الاول اللي هو الغاز الوطني الثلث، والثلث الثاني بالغاز المستورد، والثلث الاخر بالوقود السائل. ما زالت مشكله الوقود المستورد هو يعتبر هو التحدي الأكبر لمنظومة الطاقة الكهربائية. هذا جانب. جانب آخر، قبل ما نروح للجانب الآخر، كل هاي السنوات ولا حكومة قدرت تلقى حل لموضوع الوقود وموضوع الطاقة؟ لا، هي الحقيقة الحل موجود، ولكن منذ عام 2003 لغاية الآن 2024 حقيقة لم يكن هذا من اهتمامات الحكومة، هو الاستثمار، استثمار قطاع الغاز. قطاع الغاز كان معطل، كان يسير بطريقة يعني ضعيفة جدا، لا تؤدي الغرض، مشاكل كبيرة في هذا القطاع تحديدا. لم يكن هناك استثمار حقيقي كافي لإدامة منظومة الطاقة الكهربائية، وهذه المشكلة الأكبر والسبب الرئيسي لعدم إدامة منظومة الكهرباء. يعني احنا عندنا موضوعين متوازيين، من جهه وزاره الكهرباء هناك استعدادات يعني عده في شتى الوسائل التقنيه الحديثه الان دخلت الى منظومه الطاقه الكهربائيه، مثلا اجهزه التبريد الان التي اضافت 800 ميجا وات، ايضا هناك توربينات خاصه سوف تضيفها شركه سيمز
خلال سنتين بدأت الآن بالعمل، سوف توفر 4000 ميجا واط إلى منظومة الطاقة الكهربائية. يعني هاي راح نشهدها في 2024؟ هذه سوف تكون بداية للتحسن. هذا الموضوع اللي أتكلم به يحتاج من سنتين إلى 3 سنوات لاكتمال هذا المشروع. طيب. هذا المشروع ما زال حقيقة يسير بطريقة ضعيفة لحد الآن، ولكن الشيء يعني اللي واحد يتفائل فيه الآن هناك توقيتات زمنية وعقود أبرمت بين الحكومة، وزارة الكهرباء، وزارة النفط مع الشركات لإدامة منظومة الطاقة الكهربائية عن طريق استثمار الغاز. اسمح لي دكتور فرات أن أرحب بأحمد موسى العبادي المتحدث باسم وزارة الكهرباء. حياك الله أستاذ أحمد ورمضان مبارك عليك. أستاذ أحمد، بصراحة صيف عام 24 رح يكون مختلف عن بقية المواسم الصيفية في العراق، وشنو خططكم لتحسين واقع الطاقة الكهربائية في العراق؟ تفضل. مساء الخير ست فرح، حياك الله. حيا الله جميع مشاهدي قناتكم، حيا الله الجناب سيد مناف. رمضان كريم عليك ان شاء الله استاذ. على الجميع ان شاء الله صيام مقبول، حياكم الله. ست فرح، خلينا ابتداء نوصل رسائلنا الإيجابية التي حاولنا أن نوصلها أمام السيد رئيس الوزراء أثناء زيارته لمقر الوزارة، وبالتالي للمواطنين، أن صيفنا إن شاء الله بضوء ما عملنا به من خطة، بضوء ما نفذناه من التزامات، بضمن ما نفذناه من عمل سيكون إن شاء الله حاضرا على الأرض مع بداية فصل الصيف، سنبعث برسائل إيجابية مطمئنة أنه قبالة ما حققناه في الصيف الماضي من تحسن بتجهيز الكهرباء، وإن لم يكن مثالي كان تحسن بساعات تجهيز الكهرباء، صيفنا هذا سيكون أفضل من الصيف الماضي إن شاء الله. إحنا افترضنا بخطتنا التي بدأت مبكرا والتي توبعت من قبل السيد رئيس الوزراء بشكل شخصي الذي كان يشرف عليها بشكل مباشر سواء ميدانيا أو من مقر الوزارة على ما يلي. حرصنا على إدخال جميع محطات الإنتاج والوحدات التوليدية برامج صيانة شاملة كاملة لجميع الوحدات التوليدية لكي تكون عاملة بطاقتها القصوى وطاقتها التصميمية. هذا أولا. افترضنا أن نحقق زيادة عما تحقق في العام الماضي 3000 ميجاوات، في العام الماضي وصلنا ل 24000 ميجاوات، صيفنا هذا إن شاء الله مع 1/5 سيكون 27000 ميجاوات، مما يعني أن صيانة الوحدات التوليدية وجميع محطات الإنتاج ستكون جاهزة لأن تعمل بطاقتها مع بداية دخولنا ذروة الأحمال الصيفية. أولا. ثانيا، أن اليوم ساعدنا بذلك بتنفيذ تلك الخطة حزم الاتفاقيات والعقود التي وقعت مع شركات عالمية. أنا أتحدث عن جي، أنا أتحدث عن سيمنز، أتحدث عن مشاريع نوعية دخلت لأول مرة اللي هي منظومات التبريد اللي حسنت وساعدت من كفاءة الوحدات التوليدية. نتحدث الآن عن تنفيذ المرحلة الثانية من وحدات التبريد. يا الله. طيب أستاذ أحمد، هسه هي الكهرباء جيدة بالشهر الثالث والشهر الرابع، الكهرباء جيدة وما شاء الله عليها. مشكلة المواطن العراقي تبدأ بعد منتصف الشهر السادس حزيران وحتى شهر آب أغسطس. أكو مشكلة اليوم يخاف منها المواطن العراقي، هي مشكلة الاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة. يا ترى وزارة الكهرباء مع بالتعاون مع بقية الوزارات رح نقدر نتخطى هذه المشكلة في هذا الصيف لو لا؟ كلام سليم وسؤال منطقي جدا ستي. خلي أقول إحنا تحسننا ما صار لشهر وشهرين، تحسننا يعني منذ الصيف الماضي والمنظومة تشهد تحسن لساعات تجهيز الكهرباء. احنا العام بذروة الاحمال الصيفية، بذروة الاحمال انا اتكلم عن شهر السادس والسابع والثامن، وصلنا الى تجهيز قرابة ال 14 و15 ساعة، وبعض المحافظات اكثر من 18 و20 ساعة. انا اتكلم عن محافظات البصرة والدقاع. انا صيفنا انه سيكون مطمئن بناء على شنو؟ اولا قبالة ما نفذناه من خطة للوحدات الانتاجية وزيادة انتاج وتحقيق وثوقية النقل، حرصنا على ما يقع ما تؤثر الحوادث اللي من الممكن يكون بها استهدافات لخطوط النقل، ولا تحدث عندنا الانفصالات اللي اقصد شت داون، انه تروح المنظومة شت داون. انت تقول لي شنو سويته؟
جميع الخطوط الناقلة، جميع الخطوط الناقلة للطاقة، خصوصا الرابطة ما بين المحافظات، تتحدث عن الرابطة ما بين الوسطى والفرات الأوسط، الرابطة ما بين الغربية والشمالية، الرابطة ما بين الجنوبية والمحافظات الوسطى، جميع الخطوط الناقلة التي هي تؤمن نقل الطاقة بين المحافظات على مستوى الضغط الفائق 400 استحدثناها وحولناها إلى دوائر مزدوجة. شنو يعني؟ يعني سويناها دبل سيركت. شنو يعني؟ أنه من الممكن أن تستهدف وإن كان لن تستهدف مرة أخرى، لأن تسير أفواج طوارئ موجود، خرائط جوية موجود، أنه نصب كاميرات حرارية موجود، تأمين طيران مسير موجود. أستاذ أحمد، كل اللي تقوله مبشر والحمد لله. خلينا أوضح لك هذه النقطة. قبالت هذه الإجراءات الأمنية التي وضعت من قبل الجهد الأمني والعسكري والاستخباري، أجي دور الجهد الفني، كل الخطوط الناقلة سوينا لها خطوط رديفة، احنا نسميها دوائر مزدوجة، الخط الواحد صار اثنين، حتى إذا استهدف الخط في أماكن ساخنة ما راح يحرج المنظومة، لأن اكو خط بديل راح يشيل الحمل، مما يعني لا انفصالات ولا انعزال لمحافظات دون أخرى. أستاذ أحمد، بثواني معدودة، شو تبشر المواطن العراقي اللي عينه على الله وعلى وزارة الكهرباء في هذا الصيف؟ أنت وفر الغاز، أنت وفر الغاز والوقود، وهذا مهم جدا، هذا مهم سواء وطني أو مورد، أقصد سواء الوقود الوطني من خلال تنسيقنا مع وزارة النفط أو المورد اللي هو نستورده من الجانب الإيراني، واللي الآن الحاجة ما تزال حاكمة له، لأن تأهيل حقول الغاز بعد ما كامل، مما يعني بعدنا محتاجين للغاز المورد من الجمهورية الإسلامية. أكو حجم تطمينات من الجمهورية الإسلامية أنه راح نعطيكم الغاز بالكميات المطلوبة في الصيف إذا ما أحرجنا الغاز، وإذا كان هنالك وقود وغاز كافي سنقدم صيف مطمئن مريح للمواطنين. نعم مو مثالي، لكن صيف مطمئن ومريح ورسائلنا إيجابية للمواطنين. شكرا جزيلا أستاذ أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، حياك الله على كل ما تفضلت به ورمضان مبارك عليك. إذن أستاذ فرات، دكتور هسه سمعت ما تفضل به الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء، شنو تعليقك عليه؟ شنو أبرز ما سجلته من خلال ملاحظاتك؟ نعم، أنا حقيقة يعني متابع بشكل شخصي لجهود وزارة الكهرباء والنفط في هذا المجال. هناك استنفار حقيقة كبير، يعني منذ أشهر وزارة الكهرباء وزارة النفط هناك خلية تعمل سوية من أجل توفير جميع المستلزمات، ولكن هذه المستلزمات جميعها رغم الإمكانيات ممكن الوصول إلى 27 ألف ميجاوات، وهو هذا أمر ليس بالصعب، ولكن عند انحسار الغاز هنا المشكلة تبدأ. هذا الجهد كله سوف يختل، منظومة الطاقة كلها سوف تهتز عند انحسار هذه الطاقة اللي تقدر بحدود 1500 مليون قدم مكعب قياسي، نحتاج احنا 8000 ميجاوات من الجانب الإيراني. في حالة انحسار الطاقة الغاز، هذه منظومة الطاقة كلها راح تختل. يعني هذا اللي تكلم عليه أستاذ أحمد، هذه الجهود الكبيرة هذه ممكن يعني في لحظة ممكن يصير انهيار لهذه المنظومة لو حصل يعني انحسار. يعني المواطن هم راح تبقوه على قلق إذا صار انحسار، إذا متوفر الوقود، فالمواطن حال الضيم حال. نعم، اليوم ليش ما الحكومة توفر البدائل، توفر الحلول البديلة؟ اي الحكومه الان حقيقه مثل ما قلت لحضرتك بالبدايه، هناك توقيتات، يعني اكو اتفاقيات الان ويا شركات، في اولا تنويع مصادر الطاقه وتنويع مصادر الغاز. تنويع مصادر الطاقه، الان المنظومات تشتغل على الغاز الجاف وايضا على الوقود السائل، وايضا هناك مشاريع الان وقعت وعلى ارض الواقع مع شركه توتال لبناء اول منظومه طاقه شمسيه بقدره 1000 ميجا وات. هذا يحتاج له على الاقل سنتين لاكماله. هذا واحد. ايضا هناك مشاريع لتنويع الغاز، الان هناك غاز تم توقيع الاتفاقيه وبانتظار موافقه ايران على استيراد 20 مليون متر مكعب قياسي عن طريق شبكة الأنابيب الإيرانية. طبعا هذا الشيء أيضا يعني به مشكلة إضافية للعراق، ولكن الحكومة لا تملك سوى هذه الخيارات، لا توجد لديها خيارات أخرى. طيب، تعاقد ويا شركة سيمنز الألمانية. نعم، هذا دائما ملف شائك لأن الولايات المتحدة ما تقبل، وراح تطرح لك اسم شركة جنرال إلكتريك بقوة، وهي سمعناها صراحة من الجانب الأمريكي وعلى لسان رئيس جمهوريتهم دونالد ترامب. هذه المشاكل لا زالت موجودة؟ لا،
حقيقة على أرض الواقع، إذا نأتي على أرض الواقع مو مجرد كلام، الشركتين وهناك شركات أخرى أيضا تعمل في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. كل شركة يعني الحكومة فعلت يعني جيد، أعطت عقود للجميع هذه الشركات حتى يكون هناك توازن، لا تكون هناك شركة أحادية تعمل بمفردها. هناك مهام وعقود مع شركة جنرال إلكتريك وأيضا مع سيمنز وأيضا هناك أيضا شركات ثانية. الحكومة تقدر تفرض سيطرتها على أصحاب المولدات؟ أشو رجع الأمبير ب 15؟ رجعت الأمور أسوأ من الأول. نعم، في الفترة السابقة يعني الصيف الماضي فرضت الحكومة عندما حددت التسعيرة وكان الالتزام واضح جدا، أشهر معدودة. نعم، وما كانت في ذروة نعم الصيف. نعم، منذ ذلك يعني أنا أريد أقول من ذيك الفترة لحد الآن حقيقة لا يوجد أي رقابة حقيقية على أصحاب المولدات، بحيث أنت تلاحظين قبل شهر مثلا الجو كان أكثر اعتدال والمولدات ما زالوا يأخذون أجور عالية، لا يوجد حقيقة سيطرة فعلية على أصحاب المولدات. ليش الحكومات تعجز عن فرض السيطرة الصحيحة على أهل المولدات؟ هذه يعني حقيقة يعني هذا موضوع به أكثر من سبب. طبعا هذا الموضوع هو يقع على عاتق الحكومات المحلية في المحافظات جميعها. هذه المشكلة لحد الآن يبدو أن هناك محسوبيات لكثير من أصحاب المولدات مع الأجهزة المحافظة، فلهذا السيطرة على المولدات لحد الآن هي غير موجودة. شكرا جزيلا الدكتور فرات الموسوي مدير مركز العراق للطاقة، حياك الله نورتنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إذا ختام ملفنا الثاني سيكون بإنفوغراف عن مشاريع ربط الطاقة الكهربائية مع دول الجوار. نروح وإياكم إلى ختام حصادنا الذي بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. المجلس الأعلى يستذكر مآثر عزيز العراق والشيخ أمام حمودي يؤكد أهمية النجاح بالسير على نهجه. السودان يوجه الوزراء والمستشارين بمتابعة ورعاية وحضور النشاطات والفعاليات التي يقيمها الشباب. وزير الداخلية يوجه برفع غرامات السيارات الشمالية المسجلة في بغداد إلى أقليم كردستان. وزارة الإعمار والإسكان تحدد نهاية العام الحالي موعداً لإنجاز مشروع ساحة النسور بالكامل. أخيراً وزارة الشباب والرياضة تعلن جاهزية ملعب البصرة لاستضافة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الفلبيني. وصلنا إلى ختام الحصاد، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.